السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا في فيديو جديد. في هذا الفيديو سوف نرى تحليل أداء الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر في مواجهة فريقه ميلان ضد فريق يوفنتوس في الدوري الإيطالي. طبعا كلنا نعرف أن إسماعيل بن ناصر عائد من تربص المنتخب الجزائري في بطولة أمم إفريقيا، فوصل متأخرا إلى التدريبات، لهذا لم نشاهد إسماعيل بن ناصر يشارك أساسي، لكن في الدقيقة 61 أشركه المدرب. سوف نرى تحليل أدائه اليوم في مباراة يوفنتوس. بالنسبة لإسماعيل بن ناصر فهنا نلاحظ تحركاته في الملعب، حيث أغلب تحركاته كانت في مناطق يوفنتوس، وهذا شيء إيجابي من الناحية الهجومية، حيث كان فعالا في مناطق يوفنتوس أكثر من مناطق ميلان كما توضح الصورة، وكان يساند الهجوم قبل أن يساند الدفاع، لهذا هناك تحركات في مناطق يوفنتوس. بالنسبة لأداء إسماعيل بن ناصر، أداء جيد، أعتبره جيد لأنه التحق متأخر بالتدريب وأشركه المدرب في الدقيقة 61. كان فعالا اليوم، شاهدته يتحرك في خط وسط بطريقة جيدة، كذلك افتك 3 كرات صحيحة بدون أي خطأ، افتكاك للكرة بدون أي خطأ، شيء جيد لإسماعيل بن ناصر. قدم أداء جيد من ناحية المستندة الهجومية، عفوا كان يساند الهجوم أكثر من مستند الدفاع، لأن ميلان كان مستحوذ في الشوط الثاني وكان يحاول تسجيل ميلان، لهذا شاهدنا إسماعيل بن ناصر يتواجد في مناطق يوفنتوس، في حين كان له أدوار، بعض الأدوار الدفاعية كذلك في مستند الدفاعية في بعض المرتدات لفريق يوفنتوس. إسماعيل بن ناصر اليوم كانت له دقة التمرير 81%، فأداء جيد من إسماعيل بن ناصر بعد عودته. لا تنسى الاشتراك.